السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف بعض الحيل الجديدة في ميدجورني. طبعا ميدجورني عشان تفتحه بتخش على الديسكورد وتفتح ميدجورني. يعني لو انت جيت هنا مثلا على جوجل وقلت له ميدجورني، تمام، اهو هتعمل ساين ان فيدخلك على الديسكورد، ولازم يكون عندك حساب على الديسكورد. ديسكورد عامل زي شات، تمام، بتبدأ ان انت تعمل تتكلم فيه. هحاول احط لكم لينك بحيث ان انت تدوس عليه تدخل على الديسكورد مع الميدجورني على طول. طيب خلينا نقول له اهو في الديسكورد انا عايز اتخيل، او قبل ما اتخيل خلينا ارفع صورة. اقول له ان انا عايز ارفع صورة، ابلود فايل، وارفع صورة ليا واقول له حولها لشخصية كرتون. مثلا اهوت، تعال نشوف الصورة اللي هي كده. ماشي. طيب خلينا نختار مثلا صورة هيت، تمام، واقول له انتر. طيب بعد ما ارفعها الصورة دي اهي، اقدر ان اخد اللينك، هقول له كوبي ايمج ادرس، مش كوبي ايمج، لا انا عايز بس ايه اللينك بتاعها. وبعد كده هقول له تخيل، تخيلت، طب خد اللينك ده الصورة، تمام. عايزين نحول بقى الصورة دي لشخصية كرتونية وربنا يستر، تمام. ممكن اقول له عايزه كرتون ارت وورك، عايز سانسيت، عايز شارب فيس، ممكن اقول له ديتيلز، ممكن اقول له اديني من الفيرجن 4، تمام. خليني الغي، يعني انت تقدر تحط بقى شويه ايه الحاجات اللي انت عايزها عشان تختار الصوره اللي انت عايزها، وندوس انتر ونستنى الصوره اللي هو هيعملها لنا. فبدأ يعمل لي الشخصيات بالشكل دوت، تمام. طيب انت مثلا عاجبك مثلا اول واحدة، هتقول له عايز تكبر لي اول واحدة، تمام. ممكن دي الاصدارات المختلفة، ممكن تقول له طب انا عايزك تركز على الاصدار الرابع مثلا، ممكن تقول له لا ده انا مش عايز ولا واحدة فيهم، انا عايزك ايه تعمل تحديث مثلا، تمام. طيب هيعمل لك اربع صور غيرهم. طبعا انت ممكن تعمل حاجات كتير جدا، دي بس مجرد ايه تغير في البارامتر الموجود. يعني هقول له بعد هنا انا عايز تخيل، واروح مديله رابط الصوره تاني، وبعد كده هقول له اعمل لي صوره كرتون كاسلوب مانجا ارت وورك اللي هو الياباني، عايز فوتوغرافي، عايز انريل انجن، عايز هاي ديتيل، عايز من الاصدار الرابع، تمام. واقول له انتر، هو اوتوماتيك بياخد الصورة ويبدأ يعمل عليها التحليل. بيقول النسخة بتاعتك خلصت، استخدمنا كتير فالتجارب. طيب بسيطة، نعمل نسخة جديدة، تمام، هعمل حساب جديد على الميدجورني وابدأ ان انا اشتغل عليه. السلام عليكم، دلوقتي هنعمل حساب على ميدجورني، هقول له ساين ان، هقول له سوري، ونبدأ بقى نستمتع بالميدجورني. فجاب لي كونتينيو ديسكورد، نجرب. دي الصفحه بتاعتي على الميدجورني، هقول له انا عايز اخش على الديسكورد، واول ما بشتغل عليه برجع تاني على الميدجورني الاقي الصور اللي انا انشأتها موجوده. طيب ممكن اجي هنا اقول له انا عايز اخش في مجموعه فرعيه خاصه بالناس اللي هي مبتدئين، هاجي هنا عايز ارفع صوره، فهدوس هنا علامه الزائد واقول له ابلود افايل،
وهقول له ان انا عايز ارفع صورة ليا، صورة شخصية، ويحولها بقى لصورة كرتون كمثال للشغل. طيب وليكن مثلا صورة زي كده مثلا اهي، بدأ يرفع الصورة. الصورة ديت ممكن اعمل على سيلكت كده واقول له انا عايز في كوبي ايمج ادرس، وبعد كده هاجي هنا واقول له انا عايزك بقى ايه تشغل لي الايماجينج بتاعك، واقول له خد لي الصورة ديت. وبعد كده هكتب له بارامتر ان انا عايز الصورة دي مثلا كرتون، مثلا انمي، مانجا ارت وورك، وعايز مثلا هاي ديتيل اتش دي ار، وبعد كده في 4، واقول له انتر. فعشان الحساب الجديد بيقول لي ايه في اتفاقية لازم توافق عليها، فقلت له خلاص انا موافق على الاتفاقية. تمام، وكتبت نفس الكلام تاني وقلت له انتر. فهو هنا هيبدأ بقى يعمل لي كريت الصورة، فاعملها لي بالشكل دوت. طيب انت تبدأ تشوف انهي واحدة فيهم اللي انت عايزها، وليكن مثلا رقم 3، فتقول له ركز لي على رقم 3، وممكن تقول له وجد لي نسخ تانية، ممكن تقول له انا عايز اشوف الاصدار الاول او التاني او التالت او الرابع. طيب خلينا مثلا نيجي هنا تحت هنا وادي له برامتر جديد، تمام، كرتون وارت وورك، ونبدا نشوفهم. هسيب لك الحاجات دي اسفل الفيديو بحيث ان انت تقدر تتعامل معاها، وتقدر تتخيل تقول له انا عايز بالليل، بالنهار، الصبح، عايز احارب سوبر مان، بغلب سوبر مان، بستلم الجايزة، زي ما انت عايز. عشان النسخة مجانية بيظهر معاك الناس التانية بتعمل ايه. بدأت هي تظهر معايا، بس دي لسه يعني ايه، تبدأ تشوف احسن واحدة فيهم، او لو ما عجبتكش حاجة خالص ممكن تقول له ايه اعمل حاجة جديدة، ممكن تقول له اعمل حاجة جديدة، او تعال نشوف ممكن اقرب واحدة فيهم ايه. ممكن مثلا ديت تقول له انا عايز ايه يو 1 يو 2، ممكن مثلا يو 4 مثلا، يبدا يكبرها لك ويديك فرصه انك تشتغل عليها.